نقول بلا ما ماش بالك راهم يداحش من الزهر نشوف فيه في منام وخلاص الحمد لله. هذا يعرفوا حق اللي يتعب حق اللي يتعب. اسمع حاجه اخرى كاع حاجه اخرى وما كانش كيما دروك على كل حال دوتو تبصوا داو الناس يعيطوا لي ويسقسوني امين جا ولا ما جاش. على كل حال في الحقيقه في الاول جيتي با شوكي ولكن فيما بعد قلت انا هذو اللي قوا التليفون وكذا سقسيت المراه ولا كذا قالت لي يخدم وقيله حتى لليل إيه يعني. ومن بعد زاد الخبر الاخر يعني جي بانيكي قلت انا هو كاين حاجه هذه راهي صاريه ولا حاجه. في الحقيقه سقسيت ناس وهذوك الناس اللي زوك الناس اللي سقسيتهم يعني كي شغل هما زادوا دخلوا لي شك فاهم داروا روحهم على بالوش وكذا وعنده الصحه على كل حال باه ما يخلعنيش ولا حاجه ولا يهضر بهذيك الهضره. اون بليس دو سيل فو كونفيرمي حاجه كيما هذه لازم الانسان يكون مطالع بها الى هي صح ولا ماهيش فيها صح. ولكن في اخر مطاف على كل حال جانا خبر يعني كيما قال لك الاخر اللي بغاه ربي هذا الخبر اللي بغاه ربي. وليدي بان باللي توفى والله يرحمه ويوسع عليه وان شاء الله حنا ربي يعطينا الصبر كي انا كيمو كي خاوتو كي خواتاتو كي نتوما ان شاء الله. انا كنت في المستشفى نعمل وصلني الخبر في الحقيقه. حنا ناس نؤمن بقضاء الله وقدره نحسبه عند الله من الشهداء ان شاء الله ربي يرحمه هو كامل الشهداء اللي كانوا معاه. والامر كان جد صعب والله في الحقيقه جد صعب. والاصعب من ذلك والامر من ذلك هو انك توصل للبيت وتقول للوالد والوالده انه اعز الابناء واصغرهم واحنهم قد فارق الحياه في فاجعه مثل هذه. الله يرحمه الله يرحم الشهداء كما يقولوا الواجب اللي جا مات في الاخر في مهمه عمل. الله يرحمه الله يرحم الشهداء. قدر اللهم شفع إن لله وإنا إليه راجعون. نرحموا عليه وعلى اللي معه الله يرحمهم. كل نفس ذائقة الموت. إيش نقولوا فاجعة والله فاجعة. اللهم صبرا جميلا اللهم صبرا جميلا اللهم صبرا جميلا. الشهيد هو زوج ابنتي. ندعو الجميع أن يدعو له بالرحمة والمغفرة ونقول له وإن يا محمد الأمين وإن على فراقك لمفجوعون.